التحرش الجنسي هو أمر شائع في مكان العمل في جميع أنحاء العالم. وفقاً للباروميتر العربي، بلغت حوالي 40% من النساء أنهن تعرضن للمضايقات في العام الماضي. كشفت دراسة مؤشر كيب التي أجريناها على 6 قطاعات في 11 دولة عربية أن تجربة التحرش الجنسي تدفع العديد من النساء إلى ترك وظائفهن. هذا ليس صادماً بالنظر إلى عدم وجود قوانين وطنية تجرم التحرش الجنسي، وحتى سياقات التشريعات الوطنية تفتقر إلى آليات للحماية في مكان العمل. لا يوجد حالياً سوى 7 دول في المنطقة تجرم التحرش الجنسي في قوانين العمل خاصة بها. لبنان هو أحدث بلد عربي يطبق قانون التحرش الجنسي. أقر هذا القانون العظيم بسبب جهود النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب العمل الرائدين الذين كانوا يطبقون بالفعل سياسات وآليات مناهضة للتحرش الجنسي حتى بدون وجود قيد قانوني. بصفتكم صانعو قرار في مجال الموارد البشرية، ما الخطوات أو الاستراتيجيات التي تتخذونها لإنشاء بيئة عمل آمنة؟